فيديو ناس كتير جدا بتستناه منكم، وانا كمان بكون متحمسة قوي وانا بعمل الفيديو ده، وهو فيديو المسلسلات التركية. تعالوا بينا نشوف ايه هي اقوى المسلسلات اللي معانا في موسم الشتاء السنة دي. معاكم اقول لكم ايه المسلسلات، عشان اتسالت السؤال ده كتير قوي في الكومنتات، انتي بتتفرجي عليها مترجمه فين او مدبلجه فين؟ انا دايما بتفرج على موقع قصه عشق، او حاليا بدانا نتجه للتليجرام شويه، فهتلاقوا عليه كل المسلسلات، هتلاقوا جزء مترجم وهتلاقوا جزء مدبلج، زي ما انتي حابه تتفرجي على المسلسل هتلاقيه على الموقع ده. يلا بينا. اول مسلسل معانا هو مسلسل طائر الرفراف. المسلسل ده عامل ضجه كبيره قوي في تركيا حاليا، وانا عن نفسي شدني المسلسل عشان هو قصه حقيقيه، هي كل الفكرة فيه ان هو قصة حقيقية، فالناس عايزة تعرف ايه اللي حصل في الحكاية دي. هو بيتكلم عن فريد وسيران. فريد هو شاب مدلل، ابن عيلة غنية جدا، فريد كرهان. المهم ان الشخص ده غلطاته كتير، فعشان كده جده حاول بقى لوقت هاليس اغا او خالص اغا، حاول ان هو يجوزه بالعافية، هيجوزه سيران. سيران دي بنت من عنتاب، من اللي هي المملكة بتاعتهم او المدينة بتاعتهم. هيروح علشان يتجوز، المفروض ان هو كان هيتجوز اختها، وبعدين هيشوفها هي فهيعجب بيها، فهيقول لمامته لا جوزيني الصغيره ما تجوزينيش الكبيره. وكمان يعني عايزه اقول لكم ان والد الفتيات دول اللي هم سيران وسونا الاختين دول، كان بيعاملهم بقسوه وجفاء، اللي هو حاجه مش موجوده حاليا، اللي هو الاكل مثلا لما يجي ياكل بيقعد على السفره هو، وبعد كده بواقي الاكل هم بياكلوها. فكانت سونا اللي هي كان المفروض ان هم هيتجوزها، يعني كان المفروض ان هي حلمها ان هي تتجوز عشان تخلص من الحياه اللي هي عايشه فيها دي. فلما سيران بتتجوز بقى، هل هيحصل يعني بين الاختين هيحصل في مشاكل ولا ايه الدنيا؟ المهم ان المسلسل حلو جدا واحداثه كتير، وفعلا من الحاجات المميزه، وعامل ريت حلو قوي في تركيا، اتفرجوا عليه، هو مازال مستمر لحد دلوقتي. تاني مسلسل هو مسلسل القليل من الضوء. المسلسل ده برضو قصته مميزه قوي. هي بنت فجاه جوزها بتكتشف ان هو يعني توفى، حد بيتصل بيها بيقول لها ان جوزك توفى، وهي عارفه ان جوزها في بودروم مش في اسطنبول، فازاي ده هو مش هنا اصلا وانت بتقولي الحادثه في اسطنبول. بعد كده بتكتشف كمان ان هو فعلا اللي مات لما بتروح وتشوفه في المستشفى، وبعد كده كمان بتكتشف ان عنده بنت وهي اساسا ما كانتش بتخلف. طيب البنت دي بنته ولا مش بنته، ولا هو اتبناها وكان عامل لها مفاجاه، ولا هو خانها واتجوز حد تاني؟ كل الاحداث والكلام ده كله في يوم وليله الدنيا اتقلبت عليها، وبقت عايزه تعرف ايه اللي هيحصل معاها، ودي فعلا بنته ولا لا. وفعلا هتطلع ان هي بنته، وهيطلع ان هو متجوز من 6 سنين بنت اخت بقى البطل اللي هو هيبقى معاها واللي هو هيسندها، اخت فرات. فرات ده بقى هو كان المدير بتاعه، وهيعرف ان هو كان على علاقه مع اخته، وبعد كده هو اللي هيتسبب اصلا في حادث السير اللي موته ده، واحداث كتير جدا 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 بتحصل. برضو مش عايزه احرق عليكم المسلسل، بس هو من المسلسلات القويه جدا. تالت مسلسل معانا هو مسلسل الفخ. المسلسل ده بقى هو قصة انتقام شوية، ان في شخص اسمه قمود، في عائلة اسمها جونش دمرت عيلة قمود ده، فقرر هو واخواته ان هو ينتقم من العيلة دي. بس وهو بينتقم حب ابن الراجل اللي دمر عيلته يعني، فهيبقى بقى يعني مش عارف هل هيكمل في الانتقام مع اخواته، ولا هيتجه بقى قصة الحب والرومانسية، وان هو مش هيقدر ان هو ينتقم من العيلة يعني اللي هي عيلة الشخص اللي هو بيحبه، او عيلة البنت اللي هو بيحبها، هيكمل في الانتقام ولا لا؟ كل الاحداث دي لسه هنعرفها، لان لسه المسلسل كده كده شغال، بس من الحاجات المميزة جدا. رابع مسلسل هو مسلسل وجع القلب، وهو فعلا وجع القلب. البطلة بتاعه من ايام مسلسل على مر الزمان لو تفتكروه، جميلة وانا بحبها جدا، فالمسلسل برضو حلو قوي. هو لسه تقريبا نزل منه حلقة واحدة بس. فالقصة بتاعه باختصار شديد جدا، ان في الست دي كانت بتتعرض للإذاء من جوزها، او للضرب من جوزها والإهانة لسنوات طويلة جدا. وبعدين في يوم وهي محجوزة في المستشفى، شافت لافتة او يافطة لمحامية لزي اللي هي المحامية زينب، فقررت ان هي تبعت لها رسالة او مكتوب، وقالت طلبت ان الرسالة دي يعني ما تتفتحش الا بعد وفاتها. وبعد كده لما زينب فتحت الرسالة دي لقتها ان هي شكوى جنائية، فبعد كده بتبدأ ان هي تتغير بقى حياة يلماظ اللي هو جوزها اللي كانت سبب في اذاها ده يعني، وحياة اطفالها كلهم. ولسه احداث المسلسل مستمرة، بس شوقنا من اول حلقة ليه.
خامس مسلسل هو مسلسل رجل العصا. المسلسل ده المفروض ان هو لسه هيتعرض، بس الاعلان بتاعه حلو جدا، والقصة اللي اتفهمت من الاعلان ان هو تامر مطور برمجيات. تامر ده بيحب بيري او بيرين، هي كانت مديرة بنك. المهم ان هو فجأة وبدون مقدمات اصبح ثري جدا واتنقل لقصر، ما احناش عارفين الثروة دي جات له منين. المهم ان هو كمان شخص معقد ومهووس ببيري زوجته، فالهوس بتاعه وحب التملك ده هيؤدي ان هو هياخدها يحبسها في الابو او يعني البدروم ايا كان الحاجة اللي بتسموها اللي موجودة عنده في القصر او كده، وهيحبسها اللي هو محدش يشوفها. مش عارفة بقى الاحداث، هل هيعذبها، ايه اللي هيحصل، احنا لسه هنشوف من احداث المسلسل. بس فعلا قصته غريبة، يعني احنا دايما كنا نشوف ان اللي بيبقى فيه حب تملك او كلام من ده شخص بيبقى بيحب حد مش بيحبه، لكن انتوا اتنين متجوزين، فايه القصة؟ كل ده لسه هنفهمه. سادس مسلسل معانا هو مسلسل فوضى عارمة. الناس اللي بتحب المسلسل الشبابي المدرسي، الحاجات بتاعت فترة المراهقة، الكلام ده كله زي الأزهار الحزينة، إخواتي، اسمعني، الحوارات دي كلها هيحبوا المسلسل ده. هي المسلسل قصته درامي اجتماعي شبابي زي ما قلت. الحكاية اللي فيه إنه كان في شخص اسمه هارون. هارون ده كان مخاصم عيلته فترة طويلة جدا، فكان مش قاعد في اسطنبول، كان قاعد في مدينة بسيطة، وبعد كده بعد فترة طويلة من الخصام بيرجع للقصر بتاع عيلته اللي هو موجود في اسطنبول. وطبعا ولاده عنده ولدين توأم، الولدين دول طبعا بيرجعوا معاه، وبعد كده بقى تحس ان هم اتنقلوا من طبقة لطبقة تانية، فاكيد في المدرسة هيحصل فيه تنمر، هيبقى فيه بقى الفرق بين الطبقات، بين الثري وبين الفقير، وهيحصل ليهم مشاكل ومتاعب كتير جدا. الاحداث بتاعه اكيد هتبقى مميزة، وهو مسلسل حلو جدا زي ما قلت، اللي بيحب الشبابي هيحب المسلسل ده. سابع مسلسل هو مسلسل تلك الفتاة. برضو المسلسل ده قصته مميزة قوي. هو فكرته ان في بنت اللي هي زينب عايشة مع باباها. باباها ده هو شخص طبعا كبير، بس عقلية الطفل، هو شخص مريض، فقاعدين عند عمتها لان مامتها سابتهم وهربت، فجوز عمتها اصلا مش طايقهم من الاخر، ولا طايقها ولا هي ولا ابوها ولا جدها. المهم ان في يوم من الايام زينب دي كانت بتشتغل في التنظيف. كيتي بتلعب برضو عادي جدا، مش مشكلة. كيتي 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 نهدى بنصور، تمام. المهم في يوم زينب راحت بدل عمتها تنظف مكان او بيت لشخص اسمه اوزان. اوزان ده معروف جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعنده متابعين كتير وفولور كتير. طبعا زي ما انتوا كده تعملوا لي سبسكرايب دلوقتي عشان المتابعين بتوعي يزيدوا. المهم ان بعد كده بتعمل مكالمة مع بنت عمتها دي، فبنت عمتها بتهزر معاها يعني، بتقول لها ده شخص غني او البيت بقى يعني، هي انبهرت بشكل البيت وبشكل الاوضه اللي بتنظفها لاوزان، فبتحكي لها. فالتانية يعني بتقول لها ايه، ما يعني ما توقعي من الاخر يعني. فالمهم التاني بيسمع المكالمة دي وبيفتكر ان هي حقيقة، مع ان هما كانوا بيهزروا مع بعض، فبيحاول ان هو يضايقها فعلا، فبتهرب منه والكاميرات بتصورها. وبعد كده مديرة اعماله بتعرف الموضوع ده وبتنشره له على وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي بيقلل عدد المتابعين عنده، وبيحصل بقى احداث كتير جدا. فمن المسلسلات اللي اتوقع ان هي تكون كويسة. تامن مسلسل هو مسلسل شراب التوت البري. هو بيتكلم عن كفلجم. كفلجم دي بنت او ست يعني، جوزها طلقها، وبعد طلاقها حاولت ان هي تربي بناتها الاثنين على المبادئ والقيم، وكان كل امنيتها في الحياة ان هي تشوفهم ناجحين ومتميزين في الحياة بتاعتهم. بس بتصاب بقى بخيبة امل ان بنتها الكبيرة وهي في اولى جامعة حبت شخص اسمه فاتح واتجوزته، وطبعا ده مش الحاجة اللي كانت رسمها لها، هي كانت لسه رسمها لها حاجات ونجاحات كتير يعني في الحياة المهنية. فطبعا لما اتجوزت فاتح ده خيبت لها كل التوقعات. وكمان الازمة ان فاتح ده عاداته وتقاليده وتقاليد عيلته وثقافتهم مختلفة عنهم تماما، فهيحصل بقى زي صراع بين الثقافات بين العيلتين بسبب حب الشخصين دول. فبرضه من المسلسلات اللي هتبقى كويسة قوي. تاسع مسلسل معانا هو مسلسل صباهي. المسلسل ده اكشن، في بقى احداث مخابرات وكلام من ده، اللي بيحب حاجة زي المنظمة الكلام ده هيحب المسلسل ده جدا. كيتي خضتيني شعفتيني، ما ينفعش كده. المهم اللي بيحب المسلسل ده هو بيتكلم عن جنان. جنان دي موظفة في مكافحة المخابرات يعني، مفوضة متميزة جدا. المهم ان هي في كمان شخص اسمه كركوت علي. كركوت ده برضو شخص قائد يعني مميز جدا في المخابرات المصرية،
في المخابرات التركية يا جماعة، معلش أنا اللي مصرية، قائد مميز في المخابرات التركية. فبعد بيوصل لمعلومات سرية إن في حاجات هتحصل في تركيا، فبيبدأوا يستعينوا بيلدرم. يلدرم ده برضو كان قائد مخابرات فظيع جدا، لدرجة إن هم بيدرسوا العمليات اللي عملها في المخابرات عندهم في المدارس بتاع المخابرات. فهيبدأ إن هو كان ساب الوظيفة، هيبدأ إن هو يرجع تاني ويجتمع كركوت علي مع يلدرم في إن هم ينظموا العملية بتاع الأحداث اللي هتحصل في تركيا دي. وكمان بيتقابل كركوت علي مع جنان المفاوضة دي بعد ما كان قابلها مرة خارج تركيا، هيقابلها كمان داخل تركيا، وأكيد هتنشأ قصة حب ما بينهم، وهيبقى في أحداث بقى مشوقة كمان من الأكشن في المسلسل ده. فهو برضو من المسلسلات اللي أنا بحبها لأنه في أكشن وحاجات كتير. عاشر مسلسل هو مسلسل حكاية خرافية، بيتكلم عن الفتاة زينب. هي كانت فتاة عادية وبسيطة جدا، وبعدين في يوم من الأيام وبالأخص يوم عيد ميلادها لقت حقيبة مليانة بالأموال، يا رب رزقنا. المهم ان هي بعد ما لقت الحقيبة دي طبعا قررت ان هي تاخدها، ما راحتش يعني ترجعها للبوليس ولا اي حاجة. والمهم لما خدت الحقيبة دي بقى قالت ان هي خلاص حياتها هتتغير، وهتحاول ان هي تنسى ماضيها، وهتحاول جذب انتباه انور او انور ايا كان الطريقة اللي بتنطقوه بيها. بس خلال الاحداث هتحس ان دي مش حاجه سهله، مش زي الحاجه اللي احنا بنشوفها في المسلسلات او القصص، الواقع مختلف تماما. ان هي تبدا ان هي تنخرط مع الوسط ده او الوسط الغني ده مش هيبقى حاجه بالسهوله اللي هي متوقعها، ويحصل احداث كتير جدا في المسلسل. شوفوا برضو المسلسل ده من الحاجات المميزه. كمان برضو عايزه اقول لكم مش بقى مسلسلات لسه في الموسم ده، لا هي حاجات مستمره معانا من الموسم اللي فات، تحفة جدا. وانا كنت نزلت شرح برضو ليها واختصار ليها، هنزل لكم لينك الفيديو. مسلسل القضاء متميز جدا جدا جدا، اتفرجوا عليه. وقلب ارسلان والتفاح الحرام من الحاجات المميزة جدا، وكمان المنظمة. اتفرجوا على المسلسلات دي وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي انتوا كمان بتتابعوا ايه في موسم الشتاء الفترة دي. سلام.